فيها. هنا المساعد. في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها واستغلال لمعلومات واردة، تمكن عناصر فرقة الأمن والتحرير الدرك الوطني بن قوس من الإطاحة بشخصين غريبين عن المنطقة يبلغان من العمر 25 و 28 سنة، إحداهما مسبوق قضائيا، وحجز بحوزتهما 5670 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغرام أجنبية الصنع والسيارة المستعملة في الجريمة. المشتبه فيهما تم توقيفهما على متن سيارة سياحية بإقليم بلدية نقاوس من طرف عناصر فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بن قوس، التي قامت بمداهمة المنطقة وتفتيش السيارة، أين تم العثور على الأقراص المهلوسة مخبأة ومموهة بإحكام داخل هيكل السيارة. سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.